السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستعرض فصل من فصول القصة المكررة على الصف الثاني الإعدادي، كتاب كفاح شعب مصر. الفصل اللي هناخده النهاردة بعنوان مصر خالدة على مر الزمن. في هذا الفصل هنستعرض لخطر جديد كان بيهدد الشعب المصري، وهو خطر الصليبيين وخطر التتار. الأول هنتكلم عن خطر الصليبيين، وهنشوف ازاي المصريين قدروا ان هم يصدوا هذا الخطر، وبعد كده هنتكلم عن خطر المغول او التتار في الجزء الثاني من الفصل. في مجموعة من الأفكار الرئيسية اللي بيتحدث عنها الفصل. الفكرة الأولى بتتحدث عن مجيء الحملة الصليبية على الشام وآسيا الصغرى. الأول احنا لازم نعرف مين هم الصليبيين. الصليبيين هم دول مجموعة من الجماعات الاستعمارية التي جاءت من أوروبا، جاءت من بريطانيا ومن فرنسا ومن النمسا ومن كل مكان في أوروبا، وجهت حملتها على الشام وآسيا الصغرى، وظلت ضربات الصليبيين تتوالى مدة قرنين من الزمان، حتى ظنوا أنهم سيهزموا مصر كما هزموا غيرها من قبل. لكن في حقيقة الأمر أن المصريين استطاعوا أن يواجهوا خطر الصليبيين في عزم وإصرار شديد. في الفكرة الثانية، شهامة صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين. صلاح الدين الأيوبي كان رجلا شهما نبيلا في معاملة الصليبيين حينما فتح الله عليه ببيت المقدس سنة 583 هجرية. أحسن صلاح الدين الأيوبي معاملة أسراهم، وكان يدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم، وأعفى منها النساء والأطفال. فعلمهم صلاح الدين كيف يستطيعون أن يقاتلوا في شهامة ونبل. وفي موقف بيأكد صحة هذه المقولة، أن في أحد المعارك فقدت امرأة مسيحية طفلها، فذهبت لصلاح الدين تبكي وتصرخ وهي تروي قصة طفلها، فرق قلبه لها وأمر صلاح الدين الأيوبي بالبحث عن الطفل حتى سلمه لأمه، قائلا لها: إننا نحارب قوما طلبوا حربنا، ولسنا نحارب النبل والإنساني. في الفكرة التالتة، حملة صليبية جديدة بقيادة لويس التاسع لغزو الشرق. بعد ما قام صلاح الدين الأيوبي بهزيمة جيش الصليبيين هزيمة شديدة بشعة في موقعة حطين، أراد الصليبيين أن يأخذوا بالثأر وينتقموا لهذه الهزيمة التاريخية. فجهز ملك فرنسا وهو يدعى لويس التاسع حملة صليبية جديدة يستطيع أن يغزو بها الشرق مرة أخرى، وأرسل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب في مصر كي يهدده ويواعده بما فعله الأسبان بعرب الأندلس. فكتب القاضي بهاء الدين بن شداد رد على رسالة ملك فرنسا يقول له فيها: أما بعد، فقد وصل كتابك وأنت تتوعد بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، ولكنك نسيت أننا أرباب السيوف، يعني إحنا أصحاب السيوف، وما قتل منا فرد إلا جددنا، يعني ما قتل منا جندي إلا أتينا بغيره، ولا بغى علينا باغ إلا دمرنا، ولا ظلمنا ظالم إلا أهلكناه ودمرناه. ولو رأت عينك أيها المغرور، المغرور طبعا المقصود به لويس التاسع، حد سيوفنا وعزم حروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، لكان لك أن تعض أناملك. تعض أناملك، الأنامل اللي هي أطراف الأصابع، والمراد بهذا التعبير أي تندم على أفعالك، ولا بد أن تذل بك القدم، أي أن تخطئ وتسيء التصرف فتندم. في يوم أوله لنا وآخره عليك، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني أي مصير سيؤولون إلي ويصيرون إلي. استولت هذه الحملة، وكان من نتائج مجيئها على دمياط، وبقيت في دمياط 6 أشهر لكي يستكمل لويس معدات الحملة قبل أن يواصل زحفه على باقي البلدان، إلى أن المصريين استطاعوا أن يجمعوا شملهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة الجهاد. ولكن في هذه الأونة حدث أمر استطاع أن يقلب الأمور، ألا وهو وفاة الملك الصالح نجم الدين وحكمة شجرة الدر. بينما كان الجيش الصليبي يستعد للزحف على المنصورة، توفي الملك الصالح، فعظم الأمر على شجرة الدر، ولكنها استطاعت أن تتصرف بحكمة. فماذا فعلت شجرة الدر في هذا الموقف؟ لقد كتمت نبأ وفاة الملك عن الناس، وقامت هي بتصريف شؤون الملك وتدبير أمر الحرب،
وكانت تصدر الأوامر باسم زوجها حتى يعود ابنه توران شاء اللي هو ولي العهد من غيابه. وأعلنت أن الملك مريض لا يستطيع استقبال أحد، وحنطت جثته ووضعتها في صندوق من الصندل، ثم حمل هذا الصندوق إلى القاهرة على سفينة في النيل، لا يدري أحد من ملاحيها ماذا تحمل هذه السفينة. وحمل الصندوق مغلقا إلى القصر، وجرت الحياة بصورة عادية في مقر القيادة بن منصور. وكانت الرسائل ترفع إلى الملك فتخرج برأيه وعليها ختمه دون أن يشك أحد في الأمر. ورحلت شجرة الدر ترقب حالة الجيش وترسم الخطط وترقب حركات العدو، وألفت فرقة تسمى فرقة الفدائيين. كانت هذه الفرقة تهجم على معسكرات الصليبيين، تخرب منشآتهم وتحرق خيامهم وتقتل جنودهم وتثير الخوف والقلق في نفوس الأعداء. وبدأت المعركة التي اشترك فيها الشعب والجيش، خرج فيها أبناء المنصورة يحاربون هذا الملك الفرنسي الطاغية وجنوده في الشوارع والطرقات ومن فوق المنازل. بعد أن تحصنوا داخل المدينة وأقاموا الحواجز والمتاريس، المتاريس اللي هي آلات بتوضع في طريق العدو لكي تعرقل حركته، هزم الجيش الفرنسي هزيمة منكرة، وهرب ملك فرنسا لويس مع باقي جيوشه إلى الشمال. ولكن جيش مصر أبى إلا أن يطارد هذا الملك حتى قبض على لويس وحاشيته، فقبض على ملك فرنسا وثيقة مقيدا بالحديد إلى المنصورة، حيث أمرت شجرة الدر بسجنه في دار ابن لقمان، ولكن أخلي سبيله بعد أن قام بدفع فدية كبيرة تعويضا عما أحدثه جنوده من تدمير وتخريب في البلاد. احنا قلنا في بداية الفصل ان احنا هنتكلم عن فكرتين او خطرين رئيسيين كانوا بيهددوا مصر في ذلك الوقت. الخطر الاول هو خطر الحملات الصليبية، الخطر التاني هو خطر المغول. المغول هم قوم استوطنوا بلاد منغوليا الشمالية الصين. بدأوا هؤلاء القوم يحاربون امبراطورية الصين ويلتهمونها جزءا بعد جزء وركنا بعد ركن، والكلام ده كان في القرن الثالث عشر الميلادي. انطلقوا هؤلاء القوم يندفعون كالسيل الجارف جنوبي الغرب. استولوا على ايه بداية الامر؟ استولوا على ايران بدون اي مشقة. وبعد كده ارسل قائدهم هولاكو رسالة تهديد وتحذير للخليفة العباسي يطلب منه الخضوع والاستسلام، ولكن هذا الخليفة العباسي رد على هولاكو ردا في كبرياء وعظمة، فانطلقوا بجيشهم مكتسحين أرض العراق حتى وصلوا إلى بغداد. وبغداد في ذلك الوقت كانت كعبة العلماء وضرة الإسلام. هجموا عليها من الشرق والغرب ونصبوا حولها المقانيق، والمقانيق هي آلات حربية قديمة ترمى بها الأحجار الثقيلة تقذفونها بالسهام والصواعق، حتى سلمت بغداد وانطلقوا فيها تدميرا وتخريبا. وانتهت بذلك حياة الدولة العباسية نهاية مؤلمة، بعد أن كانت الدولة العباسية تعيش 5 قرون كاملة في أزهى عصورها. لم يقتنع المغول باستيلائهم على إيران والعراق، بل قرروا أن يستولوا على الشام، وأصبح سلطانهم يمتد من الصين حتى حدود مصر. واقتربت جيوش مصر من جيوش المغول من مصرنا لتدق أبوابها بغير رحمة ولا شفقة، ولكنهم جاءوا معتقدين أن مصر ستسلم لهم كما سلمت غيرها من البلدان، وعندئذ ستتحقق السيادة لهم على الشرق العربي كله. لكن شعبنا المجيد أبى أن يسلم أو يستسلم، وعزم على أن يقف في هاج هؤلاء الغزاة في عزم وقوة وإيمان تحت زعامة قطز حاكم البلاد وقتئذ. ماذا فعل قطز في ذلك الوقت؟ لقد راح يعد قطز نفسه في ذلك الوقت لهذا الجهاد. أرسل إلى الأئمة والخطباء والعلماء المدن والقرى ليدعوهم للتطوع في الجيش والجهاد في سبيل الله، ولكي يثيروا الحماسة في الصدور. ولم يكن قطز يتم إعداده شعبه الجريء حتى صح ظنه، فبدأ المغول يطرقون بالفعل أبواب مصر. ولكن كان هناك رد عملي لقطز وشعبه على تهديد هولاكو لهم. لقد أرسل هولاكو 4 من الرجال يحملون إلى حاكم مصر قطز رسائل التهديد ووعيد، ولكن استقبل المصريون هؤلاء الرسل في كبرياء وسخرية تناسبهم، حتى أن قطز أمر بقتل الرسل 4 وعلق رؤوسهم على باب زويلة. وخرق قطز على رأس الجيش تتقدمه الطبول وتنفخ أمامه الأبواق، وجنود مصر متحفزين ومستعدين للقاء هؤلاء الغزاة، وفي قلوبهم حمية وفي نفوسهم حماس شديد. سارع قطز يحشد قواته، وكانت خطته أن تسعى هذه القوات إلى أن تلتقي بالمغول في بلاد الشام قبل أن تجيء إلى مصر.
وطوت فرسان قدس وجنود صحراء سيناء في سرعة فائقة. ففوجئت قوات المغول في فلسطين بجيش مصر الزاحف نحوهم من غير دون سابق انذار. لقد كان ظهور الجيش المصري مفاجأة لهؤلاء الغزاة، إذ لم يكونوا يتوقعون أن يكون الرد حاسما بهذه السرعة الفائقة. اضطر قائد المغول في جنوب فلسطين أمام هذه المفاجأة إن هو يعمل إيه؟ إن هو يتخلى عن غزة فدخلها جيش مصر. وهكذا ربح المصريون الجولة الأولى، فزادهم ذلك ثقة على ثقة وإيمانا فوق إيمان. في الفكرة اللي بعد كده، موقعة عين جالوت وانتصار المصريين فيها. في هذه المعركة تقدم جنود مصر من غزة إلى الشمال، حيث التقوا بالمغول عند قرية صغيرة تسمى نهر جالوت، عين جالوت. هذه القرية تقع عند منابع نهر جالوت التي تتفجر من عيون الجبال، ومن هنا نشأت التسمية لهذه القرية عين جالوت. احتشد المصريين هناك كل في مواجهة الآخر أمام جيش الشام، ونفخت الأبواق، وكتب لقرية عين جالوت أن تشهد ذلك الصراع العنيف الذي لا يحدد مصير مصر وحدها، بل مصير العالم المتمجن كله. واستدمت فرسان المغول الطائرة بالجنود المشاة المصريين الراسخة الأرض. وعندما ضغط المغول عندما على قلب الجيش، نفذت خطة التظاهر بالانكسار والفرار. حدثت الثغرة واندفع إليها المغول بقوة حتى قطعوا فيها مسافة مناسبة. ولما أحلت اللحظة المناسبة واللحظة الحاسمة، رجع الفارون مرة أخرى وأسرع السلطان قطز لاستئناف الهجوم بعزيمة راسخة، وهو يصيح وإسلامه، وأيدته قوات الجانبين بشدة وعنف. فاختل توازن المغول وانفصلت صفوفهم وارتدوا إلى الوراء نحو التلال القريبة. وهنا حل دور الفرسان، فهجم الأمير بيبرس قائد سلاح الفرسان وسط قرع الطبول، وارتفع الهتاف الله أكبر الله أكبر. واستمرت هذه المذبحة من الصباح حتى الظهر، حتى وجد المغول أنفسهم يلاقون الضربات بدون رحمة. فلم يتوانى قطز بعد ذلك عن مطاردتهم حتى طهر أرض الشام منهم. بعد كده هنلاقي إن يوم عين جالوت كان يوم مجيد، مش بس في تاريخ مصر وحدها، ده في تاريخ العالم كله والمدنية بأسرها. لقد كان هذا السيل المغولي المدمر ينذر بالحرب والدمار والخراب في كل مكان ينزل به، لولا أن شعب مصر آمن بنفسه ووقف في وجه هذا الاستعمار. لن دفعوا إلى الغرب والأندلس وأوروبا خربوها بالكامل. تعالوا بقى نستعرض مع بعض الأحداث الهامة للفصل من خلال مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: إلى أين اتجهت الحملات الصليبية وكم قرنا استمرت؟ اتجهت إلى الشام وآسيا الصغرى واستمرت قرنين من الزمان زي ما احنا قلنا. السؤال الثاني: متى فتح صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس وكيف كانوا يعاملوا الصليبيين؟ احنا قلنا ان هو فتح بيت المقدس سنة 583 هجرية، وكان يعامل الصليبيين بإحسان، فكان يحسن معاملة أسرهم ويدفع الغرامة الحربية عن فقرائهم ويعفي منها نساءهم وأطفالهم. وقلنا ان في موقف يؤكد هذه المقولة، هو موقف المرأة المسيحية التي فقدت طفلها وقام صلاح الدين بإرجاعه لها. أراد الصليبيون أن يصأروا لهزيمتهم المنكرة أمام صلاح الدين في حطين. عملوا إيه؟ جهز لويس التاسع حملة صليبية لغزو الشرق مرة تانية، وأرسل إلى الملك الصالح رسالة تهديد يخوفه بما فعل الأسبان بعرب الأندلس. بما رد القاضي بهاء الدين بن شداد على رسالة ملك فرنسا، رد عليه مهددا بتدميره والقضاء على جيشه، لأن المصريين بارعون في الحروب وجيوشهم كثيرة قوية. استولت حملة لويس التاسع على دمياط. كم شهرا بقيت؟ قلنا انها بقيت 6 اشهر. ولماذا؟ وايه كان موقف المصريين من ذلك؟ هي بقيت 6 اشهر وليه بقيت؟ علشان يستكمل لويس معدات حملته قبل ان يستأنف زحفه. كان موقف المصريين ايه؟ جمع المصريين شملهم ووحدوا امرهم منتظرين ساعة الجاي. المفاجأة اللي حصلت اثناء استعداد الجيش الاصطليبي للزحف على المنصورة وموقف شجرة الدر ايه؟ المفاجأة هي وفاة الملك الصالح نجم الدين ايوب. شجرة الدر عملت ايه من هذا المفاجأة؟ كان موقفها ايه؟ عظم الامر على زوجته شجرة الدر، واخفت خبر وفاته حتى لا تضعف صفوف وعزائم الجنود المصريين فيهزموا. ونهضت هي بتصريف شؤون الملك وتدبير امر الحرب واصدار الاوامر باسم زوجها حتى يعود توران شاه ابنه وارث العرش. كيف انتصر المصريون على الصليبيين في معركة المنصورة ومصير لويس؟
اشترك الجيش والشعب في هذه المعركة وحاربوهم في الشوارع والطرقات من فوق المنازل، وهزم الجيش الفرنسي هزيمة منكرة. هرب لويس إلى الشمال، ولكن جيش مصر طارده حتى قبض عليه وسجن في دار ابن لقمان وأخلي سبيله بعد أن دفع فدية كبيرة. اذكر ما تعرفه عن المغول، هم قوم استوطنوا بلاد منغوليا شمالي الصين، انطلقوا يحاربون إمبراطورية الصين، استولون عليها جزءا بعد جزء، ثم استولوا على إيران. انتهت حياة الدولة العباسية على يد المغول. وضح. أرسل قائد المغول هولاكو إلى الخليفة العباسي طالبا منه الخضوع والاستسلام، فرده الخليفة العباسي في كبرياء. فانطلق المغول بجيشهم إلى بغداد ودمروها تدميرا بعد أن عاشت 5 قرون كاملة بلغت فيها الحضارة العربية أعلى مراتبها. ماذا فعل قطز عندما دق المغول أبواب مصر؟ أرسل الأئمة والخطباء والعلماء إلى المدن الكرى يدعون للتطوع في الجيش الجهاد في سبيل الله، ويثيرون الحماسة في الصدور ويثبتون الإيمان والنصر في القلوب. أرسل هولاكو 4 من رجاله يحملون رسالة تهديد إلى المصريين. موقف المصريين منهم إيه؟ إحنا قلنا نستقبلهم في كبرياء وسخرية، حتى إن قطز أمر بقتل الرسل وعلق رؤوسهم على باب زويلة. فجأ قطز المغول في الجولة الأولى، فماذا فعل؟ وماذا كان النتيجة؟ حشد قواته، وكانت خطته أن تسعى هذه القوات إلى أن تلتقى بالمغول في بلاد الشام قبل أن يقدموا إلى مصر. وطوت جنود قطز صحراء سيناء، ففوجئت قوات المغول في فلسطين بجيش مصر الزاحف نحوها. أمام هذه المفاجأة اضطر قائد المغول إلى التخلي عن غزة، فدخلها جيش مصر. وضح الخطة التي رسمها قطز للانتصار على المغول في معركة عين جالوت. تظاهر المصريين بالهزيمة والفرار، فاندفع المغول وراءهم بقوة حتى قطعوا مسافة كبيرة. وفي اللحظة المناسبة عاد المصريون الفارون، فاختل توازنهم وانفصلت صفوف المغول، ثم ارتدوا نحو التلال القريبة، وهجم الأمير بيبرس بفرساني، وانتهت المعركة لصالح المصريين، وطارد قطز المغول حتى طهر أرض الشام منهم. لماذا كان يوم عين جالوت يوما مجيدا في تاريخ العالم كله؟ لأن هذا اليوم تخلص فيه العالم كله من الدمار والخراب الذي كان يحدثه المغول في كل مكان ينزلون به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.